ورحنا بقى لعمنا الأستاذ نجيب محفوظ، وحكاية منفصلة متصلة بينك وبينه كانت إيه؟ والله حكايات كتيرة. أنا رحت له لأنه كان الأديب الوحيد، أنا مش بسأله، أنا بقول السبب الحقيقي المعروف صاحب المشروع في الكتابة الحقيقية اللي بيقعد على القهوة كل أبناء جيله، إحسان عبد القدوس، يوسف السباعي، أمين يوسف غراب، حليم عبد، كل أبناء الجيل عندهم وظائف مهمة وقاعدين في مكاتب فاخرة والتواصل معاهم مش سهل، إنما الراجل ده بيجي كل يوم جمعة يقعد 3 ساعات في القهوة، وكل شخص يجي من غير ما حد يسأله أنت مين؟ كتبت إيه؟ قريت إيه؟ يروح شادد كرسي وقاعد. وأنا شخصيًا وأنا مجند في الجيش جبت تليفونه من الدليل. كان عندنا دليل تليفونات مطبوع قديم كده ضخم في وفي الوحدة العسكرية تليفونات بتاعتي، الناس كده. دورت لغاية ما لقيت تليفون نجيب محفوظ، وهو نفس تليفون بيته حتى الآن، ما اتغيرش فيه غير 3 أرقام الأولانية تعديلات. بس، إنما الباقي زي ما. كلمته بالتليفون رد عليا، قلت له أنا فلان وأنا مجند في الجيش وبكتب قصص وعايز أجي لك. قال لي تعالى لي يا عزيزي، وقال لي تعبير أنا ما انساهوش أبدا، كان جديد بالنسبة لي، في كافيه ريش، كافيه ريش، أنا موجود يوم الجمعة من 5:30 لثمانية ونص. لثمانية ونص. شكرته ودخلت في متاهة، فين كافيه ريش؟ يعني أين يوجد ما قالكش هذا مكانه المقر؟ بالظبط، أنا يعني ما هو قال لك سألتوش العنوان وما وخلاص، قاليش، الموقع وخلاص، ومتصور إن ما فيش مثقف في مصر ما ما يعرفش. يعرفش كافيه ريش. المهم سألت، إلى أنا عرفت إنه في شارع طلعت حرب أو سليمان باشا بالقرب من ميدان سليمان باشا، والجمعة اللي بعدها كنت موجود هناك، سلمت عليه، وهو كان راجل منظم قوي. قال لي ايه بقى؟ انت النهارده ضيفي، شوف تشرب ايه، بس اذا حبيت تيجي تاني يبقى ضيف نفسك. تشرب على حسابك بقى. وفعلا جاب لي شاي وحاسب عليه مع حسابه، وانا ترددت بعد كده عليه. وعشان تعرفي الزمن عمل ايه، لما طلعت روايتي الاولى خدتها اديتها له استاذ نجيب، روايتي الاولى خدها، وانا متصور كاتب كبير هيقعد يقرا روايه الكاتب شاب، ما يعني ايه. تاني اسبوع رحت وانا متصور انه ممكن يسيها، انا ما سالتوش، لما قال لي انا قريت الروايه فجأك. وليه علامه اخذين، ده انا يعني اراها بتعمق وبنقد كمان. وليه علامه اخذين. المخرج الاول هي عباره عن 4 فصول بيحكيها 4 شخصيات حوالين حادثه قتل. فقال لي الفصل الاول والثاني بعده مفيش جديد، مفيش جديد، والشخصيات استاتيكيه ما بتتطورش. طبعا انا يوميها روحت وحدتي وانا زعلان، واصور الامر لنفسي انه صراع اجيال، وان دول مش عايزين حد يطلع بعدهم ولا حد يكتب. اعتقدت ان استاذ نجيب محفوظ لكن يعني مش حابب ان حد لكن يطلع. بعد سنوات، ولما اعيد طبع الكتاب تاني وقريته اكتر من مره، ادركت ان الفتور اللي كلامه اتكلم عنه دقيق استاذ جدا نجيب. وصحيح جدا، ويجب الاستفاده منه والتامل فيه يعني طب حقيقي. وايضا اكد لي انه قرا الكتاب. احنا دلوقتي ممكن لو قابلت كاتب كبير واديتيه كتاب ممكن يبص لـ2 3 صفحات منه كانه قراه، انما الراجل قرا الروايه وكون رايا فيها وقاله لي، وقاله لي ايضا. وكان بيعمل ده مش معايا لوحدي، كان مع كل المحيطين بيه. عندي وقفة في الحتة دي مهمة. هل ده كان الفارق الحقيقي اللي صنع الفارق الخاص بنجيب محفوظ عن الآخرين، إنه كان متاح للجميع ويستقي كل الخبرات وكل الحكايات؟ لا، وفي حاجة تاني، أنا بتكلم بحذر شديد عن من ماتوا، مش موجودين، فلازم الواحد يحاسب نفسه 5 مرات قبل ما ينطق أي كلمة. نجيب محفوظ احنا استفدنا كثيرا مش من كتابته بس، من مسيرته مع الكتابة، كان من أكتر الناس اللي واخدين الموضوع بجدية شديدة. هو كان بيكتب 3 شهور في السنة، شوف كل هذا النتاج المذهل، أكتر من 50 رواية كان بيكتب من أول أكتوبر لغاية آخر فبراير، لأن عنده حساسية في عينيه لا يكتب في الصيف أبدا، ما بيشوفش.
كان الطب مش متقدم وكده، ومع ذلك انتج كل هذا الانتاج الرهيب. انا فاكر كانت تيجي الفتره دي احيانا وما عندوش روايه يكتبها، ما عندوش روايه يكتبها، فيبقى متضايق. فكره انك تبص لعملك على انه واجب، واجب مقدس. وانا فاكر مره قال لنا والله السنه دي كده شكلها هتخسع معايا، انا ايه ما فيش حاجه في دماغي اعملها، بس انا جبت شويه شخصيات عرفتها وغيرت في ملامحهم واسمائهم وعملت منهم كتاب جديد له روايه وله بورتريهات اسمه المرايا. ده العمل العظيم بتاعه اللي مقدم فيه شخصيات كتيره جدا عرفها. انا شخصيا قريتها قدرت اوصل لاتنين تلاته فيهم الاصول بتاعتهم مين. الاصول بتاعتهم مين خاصه عبد الوهاب اسماعيل اللي هو سيد قطب. سيد قطب لان نجيب محفوظ عرفه وزاره في حلوان، فعرفت واحد او اتنين منهم. لكن هذا الحرص على الكتابه وهذا الحرص على التواجد مساله مهمه. ولم يمنعه من الكتابه غير بصره وايده لما تقدم به العمر كثيرا جدا. بس لو جيتي لاصداء السيره الذاتيه اعماله الاخيره قبل ان اتوقف عن الكتابه تلاقي حكمه مقطره تقدير غير عادي حقيقي.